ما رأيه آخر سؤال في هذه الخصوص، ما رأيك شيوخ الدين أو مقدمي البرامج الدينية اللي يتكلموا، وبصراحة هذه أنا من طفولتي أتساءل عنها، يعني تدخلهم في حياة المرأة الخاصة جدا جدا جدا، في حياة المرأة الجنسية، في جسدها، في تفاصيل علاقتها مع الرجل، هل من حقهم ذلك؟ ما يعني كان فهمت. مكتوب في كتاب الفقه الأمور الخاصة بالنساء اللي مفترض أنها تكون بكتاب العلوم مثلا، ويكتبها مفكرين في الدين، وبعد كده تفتح التلفزيون تلاقيه جالس يتكلم شيخ عن نتف الحواجب ويتكلم عن أمور يعني خاصة أخرى. المهم خصوصيات في الحواجب فيها حديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة ايوه بس والمستوشمة في أشياء حساسة جدا، والواصلة يعني والمستوصلة. في أشياء حساسة جدا. ما إذا تبغى أقول لك إيش هي يعني؟ ما أدري، أنا ما فهمت والله، ما فهمت يعني سؤالك. مثلا يتكلموا عن الجماع، يتكلموا عن الحيض، يتكلموا عن الدورة، يتكلموا عن النفاس، هذه أمور جدا خاصة بينها وبين طبيبها، طبيب الولادة. ليش تحكيها في التلفزيون؟ لماذا قال الله سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. كيف أشرح هذه الآية؟ أي تحت بند لا حياء في الدين. لا تحت بند الحيض، أحكام الحيض والنفاس. تسألك المرأة تقول نزل عليه دم وصار أصفر وأخضر وأبني وبرتقالي، هل تصلي ولا ما تصلي؟ مرتبط فيه الصلاة طهارة، هل تصلي ولا ما تصلي؟ ما أقدر أسأل شيخ دين أنا هذه الأسئلة، ما أقدر، تسأل مستحيل. طبيب العلوم تقول أصلي ولا ما أصلي؟ خلاص معروفة يعني هي أنه لا مو تصلي ولا معروفة، ما لا تصلي. مو معروفة، بالعكس. طب أنت عمرها سارت معك كثير كثير. امرأة تتصل أيوة. تشعر بالخجل؟ لا ما تشعر بالخجل، هي تشعر بالخجل؟ ولا هي تشعر بالخجل. أنا مستحيل أسأل كذا سؤال، مع لكن أنه أنت شايفني سافرة يعني ومتبرجة وعارفة إيش رأيك فيني، أنا ما أقدر أسأل كذا سؤال يعني. أنا ما بس قد تفضل. ممكن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا مذاء، هذا في الحديث، وكان يستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من كانت بنته منهم. كونك تستحي من السؤال هذا شيء ثاني، لكن كون أن الشيخ يعرف الجواب وتسأل المرأة هذا السؤال ليس فيه حرج. نعم.